عم دور على محل مش ضارب الشمس فيه بوجهي. الحمد لله طالعه الشمس اليوم. انا وين اليوم؟ اليوم انا ب Durham region اللي هو بالايست سايد بالشرق تعول تورونتو، منطقة كتير كبيرة، منطقة عم تعمر شوي شوي وعمراني صارت أكيد لأنه كتير كتير من الجالية العربية عم ينقلوا على الإيست لأنه البيوت أكبر أرخص أكيد بعضهم من تورونتو. ما هحكي كتير تفاصيل لأنه اليوم السبونسر والبارتنر تعيد هيدا التور هي رولا حسن ريل استيت ايجنت بسنشري 21. أول ستوب هي رمزي هير سالون، حنعمل شعراتنا، رولا اوريدي جوا، حنبلش بشعرنا look good and then رولا has plans for us today. Lots of plans. Food, jewelry، اشياء كتير. Let's go. لازم اعمل هيك. Let's go. Is Rolla here? Yes. Hello. Hello, hello, Hamza. مغري بالكاميرا أنا. Hi, bonjour. Bonjour, bonjour. وفيت دغري. دغري دغري على السريع. صباح كيفك؟ Bonjour. كيف الحال؟ Ready? How was the drive? Ready. صار اتأخرت شوي، عملت اكزت. ما انا معوده على درهم، مش عم تجي على درهم. I know. There's lots to cover in Durham يا Hamza. When did you take this? Scarborough. أنا بـ Scarborough. بس I grew up in Newmarket. لا لا بس تيجي على درهم، درهم ما اليوم خلص سيانا مع رولا فود تور اليوم. لما بدي حمل شعراتي بالبيت بس قلت يو نو وات لا. ما حدا يعمل لي مساج هون أحلى. يعطيك العافية فادي. ثانك يو ثانك يو بتعرف شو حلو بس اجي عن هير دريسر عربي؟ اي نو بحس حالي لك ما بدي اقول له شو بدي، هو بيعرف لحاله. ما بدك تشرح يو نو؟ قمر يا رولا رايحين فوت تور ولا رايحين على العرس؟ نحن اللبنانيين كانوا رايحين على العرس. رمزي شيز ماي موديل توداي. ايوه هاي ماي نيم از رمزي يحيى، صار لي 30 years بايجاكس و We do all kind of hair here, highlight, coloring, cut, lots of wedding, حفلات. يعني بالدومين هذا كله نحن بالشعر وهيك شيء، نحن الطاب هير بدرهم. و35 سنة صار لك بـ Ajax، يعني جيت زمان زمان. نفس المحل هيدا هون يعني. طيب شو جايبك على Ajax من 35 سنة؟ ما كان في عرب كثير هون. صحيح صحيح بالفعل هيك، وكله يقولوا لي شو رايح تعمل بـ Ajax خليك بتورونتو، بس هلا لاحظ إنه كل العرب صاروا بـ Ajax، رجعوا إجوا لهون وصاروا عنا وأهلا وسهلا فيهم، ونحن بننبسط فيهم هون بس نشوف عرب كثير بـ Ajax وبدرهم سنتر. بلشت من لبنان ورجعت رحت على افريقيا، كان عندي صالون، ورحت على فرنسا ورحت على نيويورك وكاليفورنيا كمان، وأند أب من تورونتو. وكتير مبسوط هون وبلد حلوة ودرهم كتير حلوة هون، والعرب عم يزيدوا بشكل دائم. يعني أنا بلاحظ صار من 30 سنة كان قليل اللي تشوفي في عرب هون، والجالية العربية عم تكبر سنة عن سنة هون بدرهم، فمن كل الدول العربية صار في عنا هون. وأهلا وسهلا فيكم بالدرهم. مرتو لرمزي. مرتو لرمزي. بلش جوزي قبل ما نتجوز وكنا مخطوبين، وضلني اجي لهون على الصالون، وقلنا اكثر من 20 سنة هون. رمزي له 30 بس نحن اكثر من 20 سنة بس جوزنا. تعرفتي على رمزي بالصالون؟ لا لا، تعرفت على رمزي بحفلة بس ضلنا هون بالصالون. Long story. Long story. يا أنا مش هير دريسر بس أنا هون مستلم المانجمنت وكل شيء شو ما بيتطلب لهيدا أنا بقوم بالواجب. القهوة العرب نحن بAjax وكتير مرتاحين ومبسوطين وفي صار عرب كتير هون وبيجوا لعنا عرب وكتير بينبسطوا، بيحبوا كتير واحد لبناني عربي يكون بيسوي لهم شعرهم. حبيت Ajax كلها من ورا جوزي. ايوه يا عم ايوه يا عم. فادي يا هلا. خيا انا خيا، خي مارتو لرمزي. اوكي خيا لليلى. نحن جينا على كندا بال 89، جينا لهون وكنا وصلنا كنا بتورونتو تحت ساكنين. اشتغلت 14 سنه بايتن سنتر،
وبعدين بعد ما انا حبيت انزل على لبنان عيش تحت، نزلت على لبنان وفتحت صالون واشتغلت وهي، بس ما مشيش الحال، ما كانش في يعني، قعدت سنة وقعدت رجعت لهون. لما رجعت لهون قعدت رجعت نقلت عايش عكس لهون، واستلمت هداك المحل رمزي عنده محل تاني كان هير لانجويج، استلمت هداك المحل أنا 24 سنة استلمته هداك المحل، من 3 سنين باعوه هداك المحل وجيت لهون. قالي 3 سنين هون يعني كلهم يعني قالي 26 سنة هون بأيجاكس، والحمد لله ماشي الحال كتير ومبسوطين هون وأسسنا وصار يعني شغلنا هون، يعني بيحب الواحد يرجع على بلده، بس ما شغلنا هون وأسسنا هون يعني صعب الواحد أسا يرجع. I'd just like to say something about Fadi. Fadi عنده high talent بالستايل والأبدوز للودينج وللحفلات، they should try Fadi. فهيز excellent. يعني نحن هنحط على الويب سايت عنا ramzihairdesign.com، هنحط في صور للستايل تبعهم، في يروحوا على الويب سايت ويشوفوا كل السيرفيس اللي عنا اياهم. Amazing. وعلى الانستغرام، وعلى الانستغرام كمان عندنا رمزي ديزاين، بتنزلوا اشي على الانستغرام. بلشنا فيها هلا عن جديد وبدي نزيد بعض صور زياده كمان. اهم شيء هلا نحن كلنا النسوان وين؟ على الانستغرام. على الانستغرام. My name is Nelson and I've been working here for over 17 years, but I know the Ramsey family for about 31 years. So he was the first person I met when I got into Ajax 31 years ago. And I've been working with them ever since, and I'm just happy to be here, and hopefully we can get more people from different ethnic backgrounds, as I am Colombian. I was born in Colombia. And we do have quite a bit of Hispanic people in Ajax. Hey, my name is Avi, and I've been working here for over, a little bit over 15 years, and my background is from Europe. And I've been here for 50 years, and I've been a hairdresser for over 36 years. So we could do anything you want, colors, highlights, perms, cuts, styles, blow dries, anything you want, you're welcome to come in here. Easy. My name is Ursula. I'm come from Poland, that I'm here already 12 years. And I invite everybody who want a haircut, man haircut and lady haircut, hair color and highlights, keratin, everything. Yeah, we do the best in Ajax. وفادي تعرف معنا. تعرفتوا علي. Okay, so ضبطنا حالنا. طالعين حلوين. Ready for the day. Ready for the day. What's the next stop? Next stop is Tanur Bakery in Ajax. أهم شيء. منقوشي غير شكل. أولد أنتوني. أهم شيء منقوشي شوية لبنة. أيوة. So منقوشي ولبنة على تنور. Yes. We have so much to cover. يلا الحقونا. Let's go. So, ناخذ سيارتي بخليها هون وبروح على سيارتي. خلي سيارتي هون. Yeah, okay. I'll drive. Yeah. يلا يا شوفير. نحكي بالسيارة. من لبنان جيت عمري 16 سنة بآخر الـ 82. جينا لأنه الوضع الأمني كان خيي الكبير هون الله يرحمه جابنا لهون. وجابنا على Ajax، كان هو one of the few عرب بAjax، وصلنا على Ajax. بس still the Lebanese حنين بضل قد ايه وقد ايه بتنزلي على لبنان؟ على لبنان كنت بتعرفي لما ولادي كانوا صغار كنت ركز اني انزل every year او every other year، تعودهم على الكالتشر على اللغه على انا I think I did well الحمد لله. عندي بنتين وخمس احفاد، اربع احفاد. إيه لك عم فول اربع احفاد. حدا حيحول. بديش كبر حالي هلا امسى جيت 16 على كندا، كنت اوريدي متزوجه يعني على الطريقه اللبنانيه. بناتي اخذوا لبنانيه الشباب بصورتي، which is nice لانه في lots in common، اللغة، العادات، دوام ربيين. بس the last few years إلي فترة ما نزلت على لبنان، آخر مرة نزلت بالخمس سنين رح يصير لي تقريبا. أصعب شيء بتربية الأولاد بكندا I found، وخاصة بنات،
انه بتخافي عليهم. انا جاي ربياني بضيعه, I tried to ربيهم مثلي which is very very كتير غلط, I adjusted يعني fast, وحاولت ضلني نزلهم على لبنان منشان اللغه منشان العادات. And I succeeded الحمد لله, انه lots of people ask me هالايام انه كيف ربيتي اولادك, كيف بحبوا لبنان, كيف بحبوا يعني تجوزوا لبنان, الشباب اللبناني صورتي الحمد لله. بس it's not easy, it's not easy, especially لما يصيروا teens, teens years هاو بيصعبين كتير. انا اللي بلاقي اهم شيء to surround yourself with the people بيشبهوكي, فيهم يكونوا من غير مش ضروري يكونوا بس لبنانية, بس يعني انا اصحابي من جميع الدول, نحن بمولتي كولتشر بلد من خلال الشغل من خلال هيدا, بس we share the same values, family values. هيدي انا بلاقيها يعني, قل لي من تعاشر اقول لك من انت, وعلى هالاساس هيك ربيت اولادي, انه الاصحاب كنا بالمدرسه اجانب, I had to meet them to make sure their families are, you know, good families. وكنت very involved بالcommunity كمان. يعني عنا أساسنا نحن الجمعية الدرزية, كانوا أولادي كتير صغار, I would take them with me, يشتغلوا volunteering, ينطفوا. وإسا مثلا بيقولوا بدو ينزلوا هني أولادهم تيتعودوا على نفس الشيء مثل ما هني ربوا, right? Yeah, it's not easy, it's not easy. تيضل واحد we have to belong, we have to feel إنه yes نحن كندية, بس still our background what makes us special. And this is what makes Canada special, really. It's the multicultural. كل واحد بيجيب عاداته وتقاليده, their values. يلا, ready ناكل؟ يلا. وحنكفي. يلا بينا. جعانين. أنا جعت.